أهلا بكم في مراجعة الفصل السابع الاحتمالات. السؤال يقول إن تم يروي مكعب ورقم من 1 إلى 6، يعني يقصدون هذا المكعب، فما احتمال ظهور العدد 5؟ الأعداد الموجودة على المكعب هي الأعداد من 1 لحد 6، فنكتب الأعداد 5 المطلوبة اللي نوجد احتمالها موجودة مرة واحدة من أصل 6 أعداد، فمعناته الجواب 1 على 6. مطلوب نفس الشيء إن المكعب ما احتمال ظهور عدد أكبر من 2، فالأعداد الموجودة على المكعب المقصود هذه الأعداد، الأعداد اللي أكبر من 2 في هذه الأعداد اللي هي 3 والـ4 والـ5 والـ6، فهي 4 أعداد من أصل 6، فالاحتمال 4 من أصل 6، 4 على 6. المبسط الكسر الموجود، الكسر لازم تتبسط، تقبل القسمة على 2 بسط ومقام، فالإجابة 2 على 3. طالب مجموع احتمال الحدث ومتممة. الحدث ومتممة يقصدون مثلاً حدث تساقط الأمطار وعدم تساقطها، يسمونهم حدث والحدث المتمم. فلو كان احتمال تساقط الأمطار 20% في هذا اليوم، فمعناته عدم التساقط 80%، يعني المجموع حق الاحتمال ومتممة 100%. فالجواب 100% أو 1، لأن 100 على 100 100%، يعني 100 على 100 100 على 100 1، الجواب 1. وبإمكانكم بعد تكتبون 100%. عندنا هنا طالب نفس الفكرة، إن هل إذا كان ألف وباء حدثان متتامان، فإن احتمال وقوع الحدث ألف يساوي احتمال وقوع الحدث باء؟ الجواب خطأ، لأن الحدثين المتتامين المفروض المجموع للاحتمالات 1، فالجواب خطأ. زين، الحدث المتممة ما يساوون، إنما المفروض المجموع مالهم يساوي 1 أو 100%. السؤال يقول إن عندنا هذا القرص في الأعداد من 1 إلى 8، ما احتمال ظهور العدد 2؟ فنشوف إن العدد 2 موجود مرة واحدة في القرص، لاحظ مرة واحدة موجود، فالجواب 1 من أصل 8. ما احتمال ظهور العدد 3 أو 6؟ 3 أو 6 موجودة، بس عندنا 3 و6، يعني مرتين من أصل 8، ونبسط لأن 2 على 8 تتبسط، تقبل قسمة على 2 فربع. ليس 8، يعني بنحسب كل الأعداد ما عدا 8، 8 غير مطلوبة، فإن الأعداد 7 من أصل 8. عندنا احتمال ظهور 9، ما عندنا 9، فمعناته الجواب 0. احتمال عدد فردي، الأعداد الفردية بتكون الأعداد التي لا تقبل القسمة على 2، فهي 1 و3 و5 و7. 1 و3 و5 و7 هي أعداد لا تقبل القسمة على 2، فعددهم 4، فنكتب 4 من أصل 8 ونبسط، تقبل القسمة على 4 بسط ومقام، هذا الكسر، فمعناته الجواب 1 على 2. وبعد تقدرون إن تحفظون إن ترى الأعداد الفردية دائما نص الأعداد، وبالمثل الزوجية، الزوجية بعد دائما تمثل النص من الأعداد، فالجواب دائما نص. مضاعفات العدد 3، يعني نقصد 3 ومضاعفاتها، يعني جدول 3 كامل. فعندنا جواب، عندنا الأعداد 3 و6 فقط، فـ2 من أصل 8 أعداد. مضاعفة 3 الموجودة في القرص بس عندنا 3 و6، فمعناته إن الجواب 2 من أصل 8 أعداد، ونبسط الكسر، فمعناته الجواب 1 على 4. هني طالب إن نوجد احتمال البيضاء واحتمال السوداء واحتمال الحمراء والزرقاء واحتمال ليست حمراء. طبعا لازم نعرف كم عدد الكرات الموجودة في الكيس، فنجمعهم 6 حمران مع 3 بيضان مع 4 زرقان، فالجواب للعدد الكلي للكرات 13. فبيضاء نطالع، البيضاء الموجودة 3 كرات من أصل 13، فالكسر هذا الكسر. سوداء ما عندنا سوداء، فمعناته الجواب 0.
حمراء أو زرقاء بنحسب الأحمر 6 والأزرق 4 فمعناته 10 من أصل 13 كرة ليست حمراء، يعني الحمراء ما راح نحسبها، نحسب البقية يعني 3 مع 4 7 ف7 من أصل 13. فهي الاحتمالات، الاحتمالات دائما عبارة عن كسر. هني طالب أرسم الشجرة البيانية حق مصنع ينتج 3 ألوان من السيارات فضي وأحمر أبيض. السيارات تجي بفتحة سقف وبدون، فنبتدئ ب3 تفرعات من أجل اللون لأنهم 3 ألوان، وأحط الألوان الموجودة فضي أحمر أبيض، ثم نحط التفرعات من أجل السقف. السقف عندنا نوعين بفتحة وبدون، فمعناته يطلع من كل تفرع موجود عندنا 2 تفرعات من أجل السقف بهذه الطريقة، وأحط أنواع السقف فتحة وبدون من جديد، فتحة وبدون إذا اشترينا اللون الأحمر، من جديد فتحة وبدون إذا اشترينا اللون الأبيض. فضاء العينة بيكون فضي بفتحة، فضي بدون، ممكن ناخذ سيارة حمراء بفتحة، أحمراء بدون، ممكن ناخذ بيضاء بفتحة، بيضاء بدون. الشق الثاني من السؤال، ما احتمال اختيار السيارة بيضاء بدون فتحة السقف؟ أطالع فضاء العينة، بيضاء بدون فتحة سقف موجودة مرة واحدة في فضاء العينة من أصل 6 أنواع في فضاء العينة، فالجواب 1 من أصل 6. الجواب السؤال الثاني، ما احتمال اختيار سيارة ليست فضية؟ يعني الفضيين ما راح نحسبهم، فالسيارات الحمراء 2، السيارات البيضان 2 أنواعهم، فمعناته 4 من أصل 6 أنواع. طبعا الكسوة لازم تتوسط، يقبل قسم على 2 فالجواب 2 على 3. هني طالب إن من أجل قطعة نقود نرسم الشجرة البيانية، قطعة النقود تم رميها مرتين، ففي الرمية الأولى النواتج اللي ممكن تطلع لنا يا أما صورة، نقصد الشعار الموجود في قطعة النقود، أو الكتابة يعني قيمة القطعة النقدية، في وجه يكون للشعار وفي وجه للكتابة، فهي عند رمي القطعة لأول مرة هذه النواتج الموجودة فتفرعين. في الرمية الثانية النواتج ما تتغير، يعني من جديد تطلع يا صورة يا كتابة، فمعناته يطلع تفرعين من كل تفرع موجود عندنا في الرمية الثانية، يا صورة يا كتابة، يا صورة يا كتابة. فضاء العينة بيكون صورة 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 كتابة، كتابة صورة، كتابة كتابة. شنو يعني فضاء العينة الموجود؟ يعني في الرمية الأولى تطلع لي صورة، وإذا رميت مرة ثانية تطلع لي بعد صورة، ممكن هذا احتمال، ممكن في الرمية الأولى تطلع لي صورة لكن في الرمية الثانية يطلع لي كتابة، ممكن في الرمية الأولى تطلع لي الكتابة في الرمية الثانية تطلع لي الصورة، في الرمية الأولى تطلع لي الكتابة في الرمية الثانية تطلع بعد كتابة، فهذا فضاء العينة. عندنا هني عدد من النواتج الممكنة لإلقاء قطعة نقود مرتين، ف آسفة مو قطعة نقود، مكعب مرقم من 1 ل 6 مرتين، فالمكعب هذا المكعب راح نرميه مرتين. سامح المفروض هو مكعب واحد مو مكعبين، عسل مكعبين، لكن مو مشكلة. المكعب بنرميه مرتين، في الرمية الأولى عدد الأوجه اللي ممكن تطلع علينا في الرمية الأولى 6 أوجه أو 6 أرقام، فمعناته عدد الخيارات 6. في الرمية الثانية إذا جيت أرميه ما بيتغير بعد الخيارات الموجودة، ممكن تطلع لي أي وجه من الأوجه الموجودة في المكعب، فمعناته 6 أوجه نضربهم في بعض الخيارات الموجودة حسب مبدأ العد الأساسي في جواب 36. هني يقول إنهم مكعبين، بنرمي كل واحد على حدة، ما بيختلف الجواب. المكعب الأول إذا جيت أرمي الخيارات اللي ممكن تطلع لي هم 6 أرقام، المكعب الثاني إذا جيت أرمي
بعد نفس الشيء عدد الخيارات اللي ممكن تطلع لنا بعد 6، يعني أي وجه من الأوجه الموجودة في المكعب بيطلع عادي من 1 ل 6، فهم 6 أوجه، فستة ستة نضربها في 6 حسب مبدأ العد الأساسي، فالجواب 36. هني يقول عدد النواتج إذا عدنا 5 أنواع 3 ألوان حق سيارة هل هي 15؟ الجواب صح، لأن إحنا ناخذ الأنواع اللي هي 5 ويا 3 نضربهم في بعض نطلع عدد النواتج. الجواب صح، آسفة هني كتبنا خطأ. فالجواب هنا تكتب صح. الجواب صح. زين، نروح للسؤال اللي بعده. هني يقول ما عدد التبادل الممكنة لحروف كلمة نجحة؟ فإحنا نقطع كلمة نجحة من ناحية الحروف، هذه الحروف الموجودة. إذا جينا عدد التبادل يعني التراتيب، نرتب هذه الحروف الثلاثة نوجد عدد التراتيب الممكنة لترتيبهم. الحرف الأول إذا جيت أختار للحرف الأول عندي 3 حروف، ممكن أختار أي واحد منهم، فعدد الخيارات للحرف الأول ترتيب 3، اخترت واحد من الحروف بيصير الحرف الثاني بقي حرفين، 2 اخترت الحرف الثاني بقى عدد الأحرف الموجودة لاختيار الحرف الثالث 1، نضرب الخيارات في بعض حسب مبدأ العد الأساسي، فالجواب 6. فلو قالوا إن كلمة مريم مثلا هي 4 حروف، معناتها عدد التبادل بتكون 4 في 3 في 2 في 1، وأوجد الناتج. كلمة بحرين مثلا، بحرين تتكون من 5 حروف، فمعناتها إن 5 في 4 في 3 في 2 في 1، بهذه الطريقة هي 6 تبادل للسؤال السابق. بكم طريقة يمكن ل3 طلاب؟ رسمت لكم ال3 طلاب في الامتحان ما بيرسمونها. هاي الأماكن اللي بيوقفون فيها، لأن بيوقفون في صف واحد. المكان الأول ممكن نختار أي واحد من الطلاب اللي يجلس فيه، فعندنا 3 طلاب، فعدد الخيارات 3، اخترنا الطالب اللي راح يوقف في المكان الأول. المكان الثاني بقى إليه 2 طالب، فمعناته 2، اخترنا للمكان الثاني عد الطالب اللي راح يوقف فيه، فمعناته المكان الأخير بقي 1 طالب، أخذ الخيارات الموجودة أضربها في بعض، فالجواب 6. هني مطلوب إن نختار الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير من 10 أشخاص، فراح نحط مربعات من أجل المناصب الموجودة. إذا جيت أختار رئيس فعندي عدد الخيارات 10، لأنهم 10 أشخاص، أي واحد ممكن أخليه الرئيس. اخترنا الرئيس خلاص، فالنائب بيظل 9 أشخاص نختار من خلالهم. اخترنا رئيس مع النائب، المفروض ان اللي بقوا 8 أشخاص من أجل ياخذون منصب السكرتير، فنضربهم في بعض يطلع الجواب هذا الجواب. عندنا هني كم عدد مختلف من 3 أرقام نقدر نكونهم من الأرقام الموجودة؟ هذه الأرقام اللي عندنا إياها 9 و3، لاحظ 9 و3 و4 و6 و7، بكتبهم، هو العدد من 3 أرقام، فمعناته بحط 3 مربعات ل3 أرقام. بجي أختار الرقم الأول، كم رقم عندي أختار منه حسب السؤال؟ عندي 5 أعداد، أي واحد عادي إني أختاره وأحط الرقم الأول للعدد، فعندي 5، اخترت واحد من الأعداد يكون الرقم الأول، الرقم الثاني بيبقى إليه 4 أعداد. اخترت الرقم الثاني يبقى إليه 3 أعداد، الخيارات نضربهم في بعض، فالجواب بيكون 60. لقيت قطعة نقود 50 مرة وظهرت الصورة 28 مرة، وجد الاحتمال التجريبي لظهور الصورة. مجرد بتحط الجزء على الكل، احتمال لأنه عبارة عن كسر، الصورة ظهرت 28 مرة من أصل 50 مرة، فالجواب 28 على 50. نبسط لأنه يقبل قسمة على 2، الكسور لازم تتبسط، فالجواب 14 على 25.
مجرد أن كم مرة ظهرت الصورة؟ ظهرت 28 مرة من أصل 50، فالجواب 28/50. السؤال 28 عدد المرات اللي ظهرت فيها الصورة، وعدد المرات الكلية 50، ف28/50. العكس غير مقبول، لازم الجزء على الكل. عندنا هني القرص مقسم إلى 3 أجزاء، الألوان هي أحمر، أزرق، أخضر. ودير القرص 50 مرة، استقر اللون المؤشر على اللون الأزرق 15 مرة مع احتمال تجريبي للون الأزرق. فنقول إن اللون الأزرق هو جزء، يعني مو كل مرة ظهر اللون الأزرق لما أداروا القرص فهو الجزء 15، وعدد مرات الإدارة كانت 50 مرة للقرص، فمعناته الكسر بيكون 15/50. احتمال اللون الأزرق 15/50، 15/50. طبعا الكسور لازم نبسطها، تقدر نقسم على 5، لأن 15/50 في جدول الخمسة، فبدنا نقسم على 5 يطلع الجواب 3/10. ألقيت قطعة نقود 20 مرة، ظهرت الصورة 13 مرة بنفس الطريقة. الصورة لما قاموا يرصدونها طلعت 13 مرة، مو كل المرات كانت الصورة تطلع، أحيانا تطلع كتابة في هذا الجزء. كم مرة تم إلقاء قطعة النقود؟ 20 مرة، فمعناته 13/20 احتمال تجريبي للصورة، ف13/20 مرة الجواب هذا الجواب. انتهت مراجعة الفصل السابع.